السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعات الدولية، مرحبا بكم وألف مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم البنات صايبت واحد الكغطة وقلت غادي نشاركها معكم، علاش لا. المهم البنات يلاهو معايا نشوفوا الطريقة والمقادير. هنا عندي البنات البروكولي بعد ما سلقته واحد شوية، وهنا البصلة البنات شحرتها شوية زويتها ولا الزبدة ولا اللي بغيتو اللي كتفضلو، وهنا البطاطا البنات بعد ما خشيتها هنايا درت لها غير شويه ديال الزيت دهنتها بيديه وخشيتها في هذه القلايه الهوائيه. وهنا عندي الكفته وبصيله والتوابل وشويه د الربيع، وهنا البيشاميل. وهنا البنات غادي نبداو نمونطيو الكرغاطا ديالنا، غادي ندير البطاطا هي الاولى. المهم لكم الاختيار، البطاطا البنات بغيتو تقليوها قليوها، بغيتو تسلقوها سلقوها، اللي بغيتو ديروا ليها ديروا ليها. انا اكتفيت غير بهاد القلايه الهوائيه، ما كتهجش الزيت بزاف، يعني ما كت يعني هي كتقلي اصلا بلا زيت، ولكن انا دهنت بطاطا شويه بالزيت غير شويه وصافي، غير بيديا ولبستها بالزيت وخشيتها. اللي بغى يقلي بطاطا في الزيت عادي يقليها، واللي ما بغاش يسلقها احسن. وهنا البنات هاد البصيله حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين للكغاطا، يعني ديريها هكا بوحدها تشحريها بشويه د مليحه والزيت صافي، ولا ديروا الزبده ولا اللي عجبكم البنات فاش غادي تشحروها صافي. كنفرش هكا. المهم طريقه عشوائيه البنات، يعني الكغطا تجي باي شكل تجي زوينه ولذيذه في نفس الوقت. وهنا البنات كندير البيشاميل، انا البيشاميل صايبتها البنات، بغيتو تشريو اللي كتشرى او اللي كتصايب بحال بحال، يعني عادي. انا صايبتها تتكون لذيذه، اللي كتصايبي الصراحه تتكون لذيذه ملي كتصايبيها تعرفي شنو درتي فيها. واللي ما عارفش الطريقه وشاف هذا الفيديو ديال البيشاميل وبغاني نديرها معاهم في فيديو خاص، مرحبا والف مرحبا، اكتب لي في التعاليق. وهنا البروكولي ديالي هنايا بعد ما سلقته بشويه د المليحه صفيته مزيان خليته تنشف كما كتشوفوا. هنا كندير به كما كتعرفوا البروكولي راه تيجي زوين في الكغاطا وصافي. حتى هو البنات غادي نلوح فوقو هذيك ديك الكفته اللي شرملت، شرميل ديال الكفته عادي بصيله وشويه د الربيع والتوابل البنات وشويه زويته ضروري باش تشحري هذا الشيء. واللي عنده الصدر ديال الدجاج قطعوه ويديرو في بلاصه الكفته وصافي البنات. كنوزعها على الجوانب كاملين باش كل بلاصه تاخذ شويه ديال سميتو ديال الكفته البنات. ومن بعد البنات كديري تاني فوقها البيشاميل، يعني سهله خفيفه العشاء اللي باغي يديرها دغيا كتوجديها. وهنا كديري البيشاميل، البيشاميل اللي بقى عندي كنكبو كامل عليها، يعني البيشاميل البنات راه تيجي لذيذ الصراحه فيها. ومن الاحسن تخليوه هكا شويه جاري، ما تقصحوش لسميتو ما تقصحوش البيشاميل باش هكا كيهبط لتحت وكيبقى من الفوق في نفس الوقت. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا معايا واخا شي شويه. ونتمنى لكم التوفيق البنات كاملين اللي دايرين القنوات والبنات اللي ما دايرينش القنوات وكيدخلوا عندنا حتى هما، شكرا لكم. وتنحب نشكركم واحد بواحد كاع اللي كيحط شي لايك، الناس الصادقين اللي كيحطوا اللايكات، اما الناس اللي كتدخل وتقول لك موفقه وتخرج اش غنقول لكم، واش كتسناو مني نجي ندير لكم حتى انا مشاهده؟ راه ما يمكنش، راه بالميتل درتي ليا مشاهده غادي نديرها لك، ما درتيش ليا مشاهده ما غاديش نديرها لك. وما تقوليش راه ما غاديش يعرفوا بلي راني درت مشاهده، راه باينه المشاهده ديالك، يعني راه كل واحد كتبان المشاهده ديالو واش شاهد بصدق ولا لا.
المهم خلينا من هذا الشيء كله والضمير ديالو. المهم غير هكا باش الواحد ما يبقاش يتلعب هكا في القنوات وفي الفيديوهات ديال الناس، حشومه تلعبوا في الفيديوهات ديال الناس، وداكشي اللي بغيتي لنفسك راه الناس بغاو حتى هو حتى هما يعني نفوسهم. يعني هذاكشي غير خلوها غير تسلاف، راه مادام دخلتي عندي وخليتي ليا واحد اللايك ودرتي ليا مشاهده، راه انا غنجي ندير لك مشاهده ونخلي لك واحد التعليق ولايك زوين. واخا بالعلم انا واخا ما تتخليوش ليا اللايك راه كنجي وكنخلي اللايك، واخا ما تخليوش وعارفه ما كتخليوش وكنجي نخليه، ولكن ماشي مشكل، كل واحد والضمير ديالو. وهنا البنات ديريكت غادي نخشيها في الفران بارد، خشيته بارد البنات، وغادي نشعل عليها ديريكت الفوق والتحت. وهنا البنات غادي ندير عليها الحراره 180، غندير الحراره 180 ونخليها البنات غادي تحمر من الفوق ومن التحت، وغادي نخرجها دغيا دغيا تحمرت البنات وخرجتها. حيت في هاد الاثناء تيبغي ولدي يمشي للخدمه كنطيب العشاء بكري، وهادشي اللي كاين البنات. المهم حيدتها وغادي نوريكم كيفاش الشكل النهائي، ونتمنى يعجبكم الفيديو ونال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه نتوما معايا، وشكرا للمتتبعات ديالي كاملات اللي كيتابعوا الفيديو من الاول والاخر وبصدق، ونتمنى لكم التوفيق كاملين، والى فيديو قادم ان شاء الله الى بقينا حيين. ودابا شوفوا الطريقه او شوفوا كيف جات الكغاطا، انا كنت فتف في الهضره سمحوا لي، ضربني البرد ومنا غنغنيت. ايوا شوفوا البنات الحمل والبرد كيفاش غادي يولي واحد. المهم كما كتشوفوا الكغطا كي جات البنات تالقى راسها متلوقه وزوينه، يعني ماشي مجامده ولا سميتو، يعني جات الصراحه زوينه. وبلا ما نبقى نشكر لكم، اللي ما عمرها جربها بالمكونات بحال هكا يجربها ورد عليا الخبر. وبصحتكم وراحتكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله، مع شي وصفه ولا فلوق ولا جوله ولا في اي حاجه. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم، السلام عليكم البنات. حلمي وبدأ قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني سبب من هنا قررت.